هذا وقد رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي. أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمضامين السامية التي تضمنها مقال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عالي البلاد المفدى في صحيفة واشنطن تايمز والتي كرست معاني وقيم نبيلة وسامية حيال التعايش والتسامح وقيم التعددية الدينية والدعوة إليها وعكست واقعا لمجتمع يحتذى به في التعايش والتسامح وهو المجتمع البحريني فيما نوه سموه بالصدى الواسع لمقال جلالة العاهل محليا وعالميا. فقد حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن تكون هذه القيم العالية دائما منهاجا حكوميا ومجتمعيا في التعامل. بعدها نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالفعاليات التي أقيمت مؤخرا في المملكة تحت الرعاية الكريمة لسموه والتي تسهم في إبراز دور مملكة البحرين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات ومنها فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الرابع لهندسة العمليات مابك 2017 والذي أناب سموه لافتتاح سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والمؤتمر الخامس عشر للاتحاد الأفرو-آسيوي لشركة التأمين. وفي هذا الصدد فقد أطلع سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء المجلس على ما اشتمل عليه المؤتمر والمعرض أعلاه وتقدير وشكر المشاركين والعارضين البالغ لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية سموه الكريمة. بعد ذلك أدان مجلس الوزراء بشدة تفجيرات الإرهابية الدموية النكراء التي نفذتها جماعات إرهابية في الصومال وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى. وقدم المجلس تعازيه ومواساته لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الصديقة حكومة وشعبا. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات الخدمية والتنفيذية المسؤولة إلى الإسراع في تطوير المناطق التراثية بمحافظة المحرق ومنها سوق المحرق التراثي والمرافق التي تخدمه بالإضافة إلى المشاريع التطويرية التي تخدم المحرق وأهلها كمشروع سعادة وسوق المحرق المركزي وغيرها من المشاريع التنموية بالمحرق والتي تستهدف تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية بها. وكلف سمو الوزراء المختصين بذلك بمتابعة تنفيذ المشاريع التطويرية والتراثية أعلى. ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى رصد احتياجات المواطنين والتعامل معها بشكل فوري وأن تجد من مختلف مستويات المسؤولية في الوزارات والأجهزة الحكومية كل الاهتمام والعناية بخاصة الشكاوى والملاحظات المتصلة بأي من الخدمات موجها سمو إلى التحقيق منها ومتابعتها والرد عليها فورا. فتحسين الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم من أولويات الحكومة. بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات التالية. أولا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون والتي حررت في 27 من شهر 11/2016 بعد إقرارها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد قرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية وفق المادة 87 من الدستور وتتضمن هذه الاتفاقية الأطر المشتركة المتعلقة بسياسة الضريبة الانتقائية في دول مجلس التعاون بشكل موحد وسبل تحصيل الضريبة الانتقائية. وفقها تفرض ضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة والنسب الضريبية التي تحددها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون. ثانيا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الضريبة الانتقائية وذلك إعمالا بأحكام الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون وأحاله المجلس وفق المادة 87 من الدستور إلى السلطة التشريعية. وفق هذا القانون تفرض على بعض السلع المنتقاة خاصة المنتجات التي تتسبب في إضرار على الصحة كمشتقات الدبغ ضريبة 100% و50% على المشروبات الغازية وضريبة بنسبة 100% على مشروبات الطاقة. كما ينظم مشروع القانون أعلى التعامل مع حالات التهرب الضريبي والعقوبات الجنائية لذلك واسترداد الضريبة وحالات الإعفاء منها والتسجيل لأغراض ضريبية والترخيص للمستودع الضريبي.
ثالثا، وافق مجلس الوزراء وحال وفق المادة 87 من الدستور إلى السلطة التشريعية مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون الشركات التجارية والصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، ويهدف التعديل إلى حفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات المساهمة، سواء كانت حقوق مالية أو إدارية أو الحق في التصويت، وبخاصة أقلية المساهمين من حملة الأسهم الذين لا تؤهلهم إلى امتلاك قوة تصويت مؤثرة لكونهم يملكون أقل من 50% من أسهم الشركة، وبالتالي لا يملكون النسبة اللازمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الاعتراض عليها. ومن شأن هذا التعديل تعزيز دور المساهمين في الجانب الرقابي لنشاط الشركة وتحسين مستوى تنافسية البيئة الاستثمارية. رابعا، وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة الصحة بما يتماشى مع توجه الحكومة في تقليص الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية ودمج الإدارات بها، وذلك بإلغاء منصب وكيل مساعد وستة إدارات. وأقر المجلس الهيكل التنظيمي الذي اقترحه ديوان الخدمة المدنية وعرضه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، ويتكون الهيكل التنظيمي الجديد بالإضافة إلى وكيل الوزارة من وكيلين مساعدين يتبعان وزيرة الصحة مباشرة، وهما الوكيل المساعد للصحة الأولوية والوكيل المساعد للمستشفيات بالإضافة إلى إدارة الاتصال. فيما يتبع وكيل الوزارة وكيلين مساعدين، الأول للصحة العامة وتتبعه إدارة الصحة العامة وإدارة تعزيز الصحة، والثاني وكيل مساعد للموارد والخدمات وتتبعه أربعة إدارات للموارد البشرية والموارد المالية والمعلومات والتخطيط والخدمات والمساندة، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك. خامسا، وافق مجلس الوزراء على البروتوكول الثالث المعدل لاتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وفوض وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتوقيع النهائي عليها تمهيدا لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية والدستورية، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة. سادسا، أخذ المجلس علما من خلال مذكرة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء بالتحسن الإيجابي الذي ترى على صعيد عدد ومدة الانقطاعات الكهربائية في صيف 2017 رغم الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، والتي عكسها التحسن الملحوظ في المتوسط العام لزمن الانقطاع بنسبة 68%، وتحسن متوسط عدد الانقطاعات لكل مشترك بنسبة 58% بين عامي 2014 و 2017. وقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود وزير شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء في تحسين جودة الخدمات وتطويرها. سابعا، أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروعين بقانون تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب، وقرر المجلس إشفاع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله. الأول مشروع قانون بتعديل المادة 7 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والثاني مشروع قانون باستبدال المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.